الحمد لله الذي هدانا لملة المحمدية الذي لم يزل بنا رؤوفا رحيما، والصلاة والسلام على ابن ذبيهين سيد الكونين والثقلين الذي باتباعه تنال سعادة الدارين، وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا النفس والنفيس لأعلى دين الله الهنيف، وعلى من اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، إن أغلى وأحسن ما يوصى به المسلم أخاه به في كل زمان ووقت وحين هو تقوى الله عز وجل. لذا اتفقت اللجنة العظمى لرئيس العلماء لهذه الجمعية على أن تكون الخطبة اليوم على التقوى، وهذا مصرح في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم بين تبارك وتعالى أيضا في بعض السور بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وفي النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: رأس الحكمة مخافة الله. ثم قال لبعض أصحابه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقد جاء في حديث طويل حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه وهو يواعظهم، حتى قالوا له: يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة ودين، فأوصنا يا رسول الله. أول ما قاله الرسول: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ثم قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وقد ورد أن تقوى الله يجعل المرء سعيدا في حياته، والتقوى قائده تقوده إلى فعل الخيرات كي ينال رضا الله عز وجل. وفي مثال ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للذي شاوره في من يزوج ابنته، فقال له عمر: زوجها بمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغاها لم يظلمها. أخيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة، والذي نفسي بيدي لا يسلم عبد حتى يسلم الناس من قلبه ولسانه ويده. هذا الحديث رواه الحاكم وأحمد، ولم يحصل هذا إلا بتقوى الله عز وجل. وصل اللهم وسلم على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا يليق بعظمته وجلاله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على الحبيب المختار المصطفى محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه غر الميامين، وعلى من اقتدوا بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد،
عباد الله أن للتقوى ثمرات التي تعود نفعها إلى فاعلها. اعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج من كل مصيبة ومهنة هي من ثمرات التقوى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا أيضا من ثمراته الثانية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله حسبه فلا يلتفت إلى غيره. ولا أحد أسعد منه في الدنيا والآخرة. إن الله بالغ أمري، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال الله تبارك وتعالى يبين لنا ثمرات التقوى، فقال: يا أيها الذين آمنوا، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال أيضا: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي به ورجله الذي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيبن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين ثمرات التقوى: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تهدو خماسا وتروه بطانا. رواه أحمد. وختاما أيها الإخوة، قوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمين.